ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد صوته في الثالثة. بعد صلاة التراويح يعني يقولون يعني سبحان الملك القدوس، يعني هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه سنة صحيحة مروية في سنن النسائي بالسند الصحيح. جزاكم الله خير. وهذه من السنن التي يجب إحياؤها بديل كثير من الأشياء التي تقال في مختلف البلاد، وكل بلد له تقليده وعادته، والسنن قد أماتها الناس.